عندنا موسم تقديم المدارس دلوقتي. موسم بالظبط، احنا كل فتره بنشتغل على مواسم معينه، تمام؟ اللي هو تلاقي في العياده نص الاطفال جايين بنفس المشكله، تمام؟ اللي هو انا رحت طب ايه اللي انت رصده، ايه اللي رصده دلوقتي يا استاذ محمد؟ اللي احنا قاصدينه في التوقيت الحالي، تمام، ان الطفل يروح يعمل سنة 3 4 5 سنين، تمام، ياخد ضفد ويرجع تاني عشان يبدا يعالج. طب الام دي كانت فين؟ طب احنا هنبدا نشيك على الطفل. لو احنا شيكنا بالفعل من سن 6 شهور، الطفل بيلغي اللي هي الاصوات العشوائيه. اتابع مع حضرتك كده، كل واحده يمكن عندها طفل لاول مره، انه بدايه 6 شهور لا ست في شهور. في رد فعل، في تواصل كده خلاص، يعني. هو في مرحله مهد وضاعه وكل حاجه، تمام، بس انت 6 شهور معاك، تمام، بتبدا تشيك هل في اصوات طالعه بشكل طبيعي. صحيح. حتى لو مش موجهه، اللي هي الاصوات العشوائيه اللي بنسميها المناغاه، اللي هو الطفل بيلاغي معاكي، تمام، توصل بصري بيبص لك بشكل كويس، دي كده اول علامتين تبدا تطمنك منها. بعد 6 شهور لحد سنه هيبدا الطفل في مرحله 9 شهور سنه كامله يبدا بابا وماما، اللي هي الكلمات البسيطه اللي احنا بنبدا نقولها، تمام، بالظبط. عند سن كام يا عند سن محمد؟ سنه، تمام، عند سن سنه. احنا قلنا ان في فوق فرديه، تمام، يعني ممكن ده المتوسط المعقول، ممكن قبل ب3 شهور، ممكن بعد 3 شهور، مفيش اي مشكله. من سن سنه لسنه ونص يبدا يطلع معايا جمله بسيطه من كلمتين، حتى لو ما كانش الكلام واضح معايا بشكل قوي، جملة بسيطة من كلمتين، كويس. حتى لو فيها مظاهر لاضطرابات النطق، في حذف، في تشويه، الكلمة طالعة مشوهة شوية، ما عنديش أي مشكلة، بس الطفل ابتدى بالفعل بس يكون في كلام بيتقال وفي جملة ليها معنى من كلمتين، ابتدى يكون حصيلة استقبالية، يعني فاهم، هات الكوباية، هات المفتاح، حط في الباسكت، اديني كذا، ابتدى يكون بعض المفاهيم أو الكلمات البسيطة معانا لحد سن سنتين، تمام، يقول معايا جملة من كلمتين. من سنتين ل3 سنين اللغه بقى بتبدا تتطور، كل اللغه الاستقباليه اللي الطفل استقبلها، كل ده بيبدا يتحور معايا، تمام، لغه تعبيريه.